سيداتي وسادتي، مساء الخير وأهلا ومرحبا بكم معنا في دردشة. الشعر هذا الفن الجميل الذي يعبر عن وجدان النفس البشرية، أين موقعه الآن؟ ضيف حلقتنا النهاردة هو شاعر فنان له 13 ديوان وثلاث مسرحيات شعرية وعدة مؤلفات أخرى. ضيف حلقتنا النهاردة هو الفنان الشاعر الأستاذ فاروق جويدة. أهلا بحضرتك. أهلا بك يا مدام سمير. في الحقيقة يمكن أنا ابتديت الحلقة بتساؤل كده على طول، لأنه لما بستضيف شاعر بنقول فين الشعر في حياتنا النهاردة؟ الشعر ليه بيتوارى؟ ليه بيختفي؟ ما فيش شعر بالقدر الكافي ليه؟ هو طبعا يمكن إيقاع الحياة اتغير، لا شك في هذا. يعني الهدوء النفسي اللي بيتطلبه الشعر ما عادش متوفر بالدرجة الكافية، يعني بجانب ان الحياة دخلتها اساليب اخرى يعني اقرب الى الضجيج منها الى الهدوء النفسي اللي بينشده الشعر. فلهذه الأسباب مثلا حجم الإعلام الموجود النهاردة من صحف وجرائد ومجلات وإذاعة وتلفزيون، حكم المعلومات اللي بيتدفق في العقل البشري النهاردة أصبح بيستهلك كل الوقت تقريبا. الفنون عادة بتحتاج إلى إنسان يجلس أحيانا مع نفسه، يعني لازم يقعد مع نفسه عشان يسمع مزيكا، عشان يشوف لوحة، عشان يقرأ قصيدة شعر. لازم يكون في تواصل كبير جدا بينه وبين نفسه، لازم يقعدوا مع بعض فترة كبيرة. وأنا فاكر أن الأستاذ عبد الوهاب مرة قال تعبير جميل جدا، قال أنا بعد ضجيج الحياة والناس أجري أروح البيت عشان أقابل محمد عبد الوهاب. ايوه يلاقي نفسه. دي هي اللحظه اللي ممكن يكون فيها شعر، اللي ممكن يكون فيها فن، اللي ممكن يكون فيها الانسان سواء كان مبدع او متلقي، لان المتلقي برضه هو مبدع. هو انسان بيشارك هذا المبدع في مشاعره واحاسيسه. يمكن الفجوه اللي حصلت بين الانسان ونفسه هي السبب الاساسي في غياب الشعر، لانها أبعدته عن النفس، فأبعدته عن الإحساس، فأبعدته عن الشعر. ده تبرير جديد وجميل يعني. الفجوة بين الإنسان ونفسه. هو يمكن الضجيج الحياة قوي من حول الإنسان ومشاغله وإيقاع الحياة السريع. بالتأكيد. ومش هنا بس، ده في العالم كله. يعني الإنسان قليل جدا أما بيواجه نفسه، يعني حتى هو الصبح يمكن بينسى يبص في وشه في المرآة، يعني هو أحيانا ممكن ينسى دي. فيقعد مثلا بالأسبوع ما يكونش شاف شكله خالص فبينساه. ولذلك أنا عندي مرة قصيدة عملتها كانت غريبة جدا، اسمها ونسيت ملامح وجه القديم. واحد نسي وشه وقعد يدور عليه في الشوارع. ملامح وجهه بمعنى ملامح وجهه ولا ملامح وجه القديم، يعني نفسيته القديمة أو روحه؟ هي الاثنين. بقول نسيت ملامح وجه القديم وما زلت أسأل هل من دليل، أحاول أن أستعيد الزمان وأذكر وجهي وسمرة جلدي شحوب القليل. فبيدور على هذا الوجه بيقول لأن الزمان طيور جوارح تموت العصافير بين الجوانح، زمان يعيش بزيف الكلام وزيف الشعور وزيف المدائح، حطام الوجوه على كل شيء وبين القلوب تدور المذابح. فهذا الإنسان الحائر اللي بيبحث عن هذا الوجه الضائع موجود في كل واحد فينا، موجود في المدينة، حتى موجود في القرية النهاردة أمام الصخب الشديد اللي انتقل من المدينة إلى القرية. ما عادش الناس بتفكر في القمر ولا بتفكر في النجوم. إلا لما كانوا بيقعدوا برا قدام البيوت وعلى رأي حضرتك ويشوفوا القمر كل الجو ده. يعني افتكري كده حضرتك آخر مرة شفت فيها القمر في لا أنا بتابع القمر لما بيطلع أول كل شهر. أنا أحيانا ما بشوفوش، يعني شوف من دوشة الحياة الواحد ممكن ما بيشوفوش إلا كل فترات بعيد. في أشياء صغيرة جدا اختفت من حياتنا لكن كانت بتؤكد تلك العلاقة الحميمية بين الإنسان وبين نفسه. أستاذ فاروق جويدة، زمان كان في الصالونات الثقافية الزاخرة بالثقافة زي صالون العقاد، طه حسين وغيرها وغيرها. ليه النهاردة ما فيش الصالونات الأدبية دي؟ هو برضو لأن الكتاب مش فاضيين، يعني كاتب ما بيبص لنفسه
في النهاية بيكتب في جورنال وبيطلع في تلفزيون وبيسجل في إذاعة وعمال يكتب رواية أو قصة أو بيكتب ديوان شعر أو مسرحية، بيحس إن وقته في النهاية ما عادش ليه فاضل وقت خالص، فيش. إنما دول الناس كانوا فعلا يعني اترهبنوا للفكر. دلوقتي طبعا أنا بعتقد برضو جزء من تركيبة الكاتب النجومية بتاعته، التلفزيون والإذاعة والحاجات دي بتاخد وقت منه. لكن ده كان يعني دول الناس فعلا كانوا بيكتفوا بالكتابة. وبعدين كانت الظروف المادية مساعدهم إن هو يعني بيعيش أي حياة قابلها وخلاص. لكن دلوقتي في ضغوط معيشية وضغوط حياة وأسرة وواقع اجتماعي واقتصادي، وخمسمائة كلمة نقدر نجيبها ورا بعضين. فهو هنا برضو أصبح اللي ممكن يعطيه الكاتب للناس من وقته أصبح قليل جدا. هو يمكن التلفزيون أو الإذاعة حضرتك بتتكلم عنهم دول بيساهموا في تقديم الشعراء أو الشعر، النجوم دي كلها الناس بتشوفها. يعني ممكن جدا كاتب بشوف الأستاذ نجيب محفوظ ربنا يديله طول العمر في دردشة، في سهرة، في برنامج، في كده بيتكلم وبعايشه من خلال هذا البرنامج. زمان ما كانش فيه الحاجات دي، فكان لابد من الاقتراب المباشر، لان الاقتراب المباشر دلوقتي اصبح فعلا عبء على كل الاطراف. يعني على الناس عبء وعلى الكاتب نفسه عبء. لكن انا بتصور انه ما فيش شيء يغني عن هذا الالتقاء المباشر، ما فيش اطلاقا شيء يغني الانسان عن انه يقابل الكاتب ويستمتع به ويحاوره ويعرفه عن قرب. دي طبعا متعه غير ما اشوفه على الشاشه او غير ما اشوفه اسمعه في راديو او اقراه له في حديث في جورنال، لان كل دي بيدخل فيها جوانب تجميليه. انما انا احب اشوف الكاتب بعبله كما هو بلحم ودم. أنا بتصور إن ده أوقع وأكثر تأثيرا. الشاعر بقى الأستاذ فاروق جويدة، حضرتك لك أكتر من 13 ديوان فيهم الأشعار العاطفية والرومانسية والصورة الجميلة والكلمة الحلوة. برضو نحب من خلال دردشة إن احنا نقول ولو مقتطفات من كل ديوان كده، ندي فكرة للمشاهد عنها كده، نقول له يعني حاجات منها. أنا داويني طبعا، يعني يمكن في طبعا من أول ما ابتديت حبيبتي لا ترحلي ويبقى الحب الأشواق عودة، في عينيك عنواني دائما أنت بقلبي، لأني أحبك شيء سيبقى بيننا، زمان القهر علمني طاوعني قلبي في النسيان، كانت لنا أوطان آخر ليالي الحلم، لن أبيع العمر. دي يعني عناوين دواويني العاطفية أو السياسية. لو حبينا نعبر كده على الدواوين الجميلة دي، ناخد من هنا أبيات ومن هنا أبيات ونقدم مقتطفات للشاعر فاروق جويدة. يعني أنا يهمني أقدم للمشاهد يعني اللي معرش كله، برضو ناخد كده من هنا ومن هنا ومن كل بستان زهرة. يعني لما بقول مثلا في حبيبتي لا ترحلي بكارة التجربة، بقول قد قلت سوف أعود يوما عندما يأتي الربيع، وأتى الربيع وبعده كم جاء للدنيا ربيع، والليل يمضي والنهار في كل يوم أبعث الآمال في قلبي فأنتظر القطار، الناس عادت والربيع أتى وزاق القلب يأس الانتظار. أترى نسيت حبيبتي أم أن تذكرة القطار تمزقت وطويت فيها قصتي، يا ليتني قبل الرحيل تركت عندك ساعتي، فلقد ذهبت حبيبتي ونسيت ميعاد القطار. في عينيك عنواني أحبك واحة هدأت عليها كل أحزاني، أحبك نسمة تروي لصمت الناس ألحاني، أحبك نشوة تسري وتشعل نار بركاني، أحبك أنت يا أملا كضوء الصبح يلقاني، أمات الحب عشاقا وحبك أنت أحياني، فلو خيرت في وطن لقلت هواك أوطاني، ولو أنساك يا عمري حنايا القلب تنساني، إذا ما ضعت في درب ففي عينيك عنوان. المقتطفات الحلوة دي بتخليني أسأل حضرتك سؤال. يعني يمكن كان في وقت من الأوقات انتشرت جدا الأغنية القصيدة، يعني لا تكذبي عبد الحليم غنى لا تكذبي، وغنى قارئة الفنجان، أم كلثوم غنت أراك عصي الدمع وغنت الأطلال، عبد الوهاب بقى كليوباترا والنهر الخالد والجندول و إلى آخر. يعني القصائد والروائع بنقول دي
فعلا يعني روائع وثروة حقيقية، ويمكن رجل الشارع العادي اتكلم وقال وغنى الأغاني اللغة العربية الفصحى الصعبة دي، يعني أيكه في الأطلال وغيره والكلمات الصعبة، رجل الشارع العادي جدا كان بينطقها وبيقولها. النهاردة ليه ما بتتغناش القصائد الحلوة دي؟ أنا هقول لحضرتك، هي المشكلة في الصوت وفي اللحن. لا شك ان تلحين القصيدة بيحتاج الى قدرات خاصة جدا، يعني قدرات متفردة، يعني عايز ادراك سليم باللغة نفسها، باللغة العربية، هو عايز احساس عالي جدا باللفظ، يعني زي كان عبد الوهاب والصنباطي والموجي ربنا يديله طول العمر وكمال الطويل وبليغ، كل دول فعلا ملحنين كانوا على درجة من الثقافة والوعي وعشق اللغة يديهم إحساس كامل بيها. جانب تاني هو ثقافة المطرب، مهمة جدا ثقافة المطرب، شيء مهم. وأنا يعني مش عايز أتهم المطربين الحاليين بأن هم قليلي الثقافة، ولكن أنا أدعي أن هم بيستسهلوا الأشياء، يعني بيبحث عن عمل يفرقع ويبيع مليون كاسيت ان شاء الله يا رب الناس ما تفتكروش بعدها بساعتين. وانا رايي ان ده خطا، لان ممكن تبص تلاقي اغنيه كسرت الدنيا وبعد سنه واحده ما فيش. فهنا كانوا دول كانوا الناس بيبحثوا عن القيمه، كانوا بيبحثوا عن الشيء اللي يبقى. يعني ام كلثوم الاطلال لما غنتها، يعني انا فاكر الصنباطي حكى لي قصه الاطلال، كان ابراهيم ناجي يروح لام كلثوم يقول لها في قصيده جديده، تقول له اقرا ابراهيم، يقعد يقرا القصيده، تقول له في الاخر اقرا الاطلال، كل مره يروح لها يجيب لها قصيده تانية تقول له اقرا الاطلال، وغنتها بعد ما مات. شوف قد ايه كانت معيشاها، سنين. عملوا 24 بروفا للاطلال في خلال شهر واحد عشان فأنا بقول ده كان عملية حشد، لأن كانوا بيعملوا فن وهم مدركين إنه فن قيمة. ما في فن استهلاك وفي فن قيمة، زي بالضبط حضرتك ممكن تشتري تحفة في البيت معروف تمنها بعد 100 سنة هيكون، ممكن تروح تجيب أي حاجة مزورة موجودة لا تساوي أي شيء. فأنا بقول زي الاكسسوارات الحقيقية والفصل، أنا بقول إن الفلسو انتشر جدا دلوقتي في سوق الطرب والغناء. أنا لو لقيت صوت فعلا متحمس انه يغني قصيده وملحن متحمس انه يلحن كلام، لو توفر العنصرين دول انا بتصور ان احنا هنرجع تاني نغني ولد الهدى وسلو قلبي والجندول، زي حضرتك ما ذكرت كل القصايد الجميله اللي اثرت وجداننا وهي كانت الواجهه الحقيقيه للغناء والطرب المصري في الساحه العربيه. أستاذ فاروق جويدة، بعتقد أن كل شاعر لابد أنه يكون له مصدر إلهام، ما هو مصدر إلهامك؟ لا يعني مصدر إلهام ممكن يكون لحظة، ممكن يكون ذكرى، ممكن يكون أغنية، ممكن يكون حلم، كل هذه الأشياء ممكن تدي للإنسان الإحساس اللي بيكتب منه. لكن غير صحيح مثلا يقول لك كل شاعر مثلا كل قصيدة واحدة والكلام القصص، أنا بعتقد ده مش سليم خالص. يعني ممكن جدا اللحظة تترسب في أعماق الإنسان وتظهر في قصيدة بعد سنوات، ممكن جدا أغنية الواحد يسمعها تعيد لي حالة أو إحساس أو تسترجع له صورة يكتب فيها، ممكن حلم تمناه في يوم من الأيام أو تصوره أو حلم به وما تحققش أو كسر أو تشوه، ممكن كل هذه الأشياء. لأن مخطئ اللي يقول لك، أي مبدع يقول لك أنا بكتب إزاي، صدقيني مش هتقول، لا هو نفسه ما يعرفش. على فكرة لحظة الإبداع دي فيها جزء من ربنا، لا يعرف الإنسان فعلا، لدرجة إن ممكن جدا بيت شعر بعد الشعر ما بيكتبه يقول لنفسه بينه وبينه نفسه كده الله، لأن هو في هذه اللحظة. فأوعى تصدقي حد يقول لك إن القصيدة دي كان وراها مش عارف إيه ودي حكايتها إيه، إلا إذا كانت حاجة محددة بقى، يعني واقعة محددة شاعر كتبها في ظرف معين إلى آخره، بتبقى ملابساتها معروفة يعني. يعني جسم الجريمة موجود. يعني كلنا نسمع إن إبراهيم ناجي كتب الأطلال لحد معين، ده كتبها الأربعة
الأربعة. أربع روشتات موجودين. أربع روشتات، وكل واحدة قدمت الروشتة بتاعتها واتضح إن هو كاتبها للأربعة. الحقيقة فين؟ هو اللي يعرف. بننتقل مع حضرتك بقى للمسرح الشعري، وحضرتك لك تجربة مع المسرح الشعري وقدمت ثلاث مسرحيات شعرية، ما هي تجربتك مع المسرح الشعري؟ كلمنا عنها. هو طبعا المسرح الشعري فن مغري جدا، واخطر ما فيه انه مغري، واخطر الاخطر بقى ان انا حبيته. يعني انا في الوزير العاشق كانت تجربة نجحت والحمد لله، والمسرحية كانت على مستوى جيد ولاقت نجاح في الدول العربية كتير لما عرضت في هذا الوقت، وبعدها دي مع الستار الكعبة، وبعدين أخيرا الخديوي. لكن المسرح الشعري فن مغري ليه بقى؟ عارفة زي واحد عايش في شقة ثلاث أوض، دي هي القصيدة، وفجأة وعايش طول عمره في هذا الإطار بيتصور إن الحياة هي كده يعني. أو مثلا عايش في القرية بتاعته في البلد ومتخيل إن هي دي آخر الحدود، وفجأة نزلوه في باريس مثلا. لا نزلوه في باريس، نزل في باريس أو في لندن، وشاف إن في عالم أوسع وأرحب وأكبر. هو ده المسرح. يعني إذا كانت القصيدة هي الرؤية الذاتية اللي هي حدود الإنسان مع نفسه، فالمسرح هو حدود الكون كله بشخوصه، بالخير والشر فيه، بكل جوانب القبح والجمال. بتبص تلاقي الواحد بيجسد جوانب القبح في شخصية وجوانب الخير في شخصية أخرى، وبعدين بيكتب على لسان دين، وبعدين هنا حب وهنا حقد وهنا تصفية حسابات. العالم ده بيغري المبدع طبعا، ان هو بيتنوع التشكيلة الإنسانية اللي هو بيتطرق ليها وبيتناولها من خلال هذه الشخصيات، وبعدين الشخصيات دي بينها صراع، والصراع بيعمل دراما، والدراما بتتصاعد وبتتكثف وبتلتقي في نقط وبتختلف في نقط تانية، وبعدين ده بيصاغ كله من خلال شعر. كل العالم الواسع ده متعته بتختلف عن القصيدة، لأن إذا كنت أنا بغني في القصيدة النفسي، أنا في المسرح بغني مع الملايين. واشتقت فيك حقيقتي، ما زلت ألمح فيك شيئا من رحيق حقيقتي. واشتقت فيك الأهل والأحباب، واشتقت عمرا لا يريد إيابا. الدهر خان حبيبتي، الدهر خان. أستاذ فاروق جويدة، حضرتك أيضا لك أشعار وطنية، يعني زي ما لك أشعار عاطفية ورومانسية جميلة ودواوين جميلة وروائع حقيقي، لك أيضا أشعار وطنية برضو، لو نفتكر حاجة منها نقدمها للمشاهد. هي قصيدة بقول فيها: حملناك يا مصر بين الحنايا وبين الضلوع وفوق الجبين، عشقناك صدرا رعانا بدفء، وإن طال فينا زمان الحنين، سيبقى شبابك رغم الليالي ضياء يشع على العالمين. دي من القصائد اللي واتغنت على فكرة القصيدة. اتغنت غنتها ياسمين الخيام من كذا سنة. أستاذ فاروق جويدة، المرأة في شعر فاروق جويدة، هل كنت متجني عليها أو قاسي عليها؟ لأنه لاحظت دايما بتقول لها لا أنت أنت ولا زمان زمان، ويعني بتقصوا عليها شوية، ليه في شعر؟ بالعكس، أنا المرأة لا بالعكس أحيانا أنا يعني أنا حتى قسوة محببة يعني. يعني هي يمكن صدق مع النفس زي القصيدة دي، لكن أنا المرأة بالعكس، أنا المرأة عندي نقطة ضوء في شعر كله. يعني يمكن أنا متحيز جدا للمرأة، وأنا ما تصورش أي فن بدون المرأة. يعني المرأة هي محور الفن عبر التاريخ يعني، ولو لم تكن حواء ما كان فيه الفن يعني. أنا دي نقطة محسومة، لكن أنا متقلب الحال معها. يعني مرة يعني ضد أو مع، لكن في كل الحالات أنا بحب أو أطلعها في الشكل، في شكل جميل. عمرها ما كانت شكل قبيح في شعري خالص، لا يعني عمري ما امتهنتها خالص. يعني عمري، وبعدين أنا دايما برضو كنت بقول أنا لم أكتب كلمة تخجل منها ابنتي في يوم من الأيام. يعني أنا حريص جدا على ألا أجرح إحساس أو أجرح مشاعر. يعني أنا حريص جدا على أن تبدو المرأة في شعري يعني لوحة جميلة
قد أقسو عليها أحيانا، ولكن هي قسوة المحب وليس قسوة الكاره. يعني ما هي أرق الأبيات اللي كتبتها في المرأة من وجهة نظرك؟ أنا بقول في قصيدة: تعالي أعانق فيك الليالي، فلم يبق للحن غير الصدى، وآه من الحزن ضيفا ثقيلا تحكم في العمر واستعبدا، فهيا لنلقيه خلف الزمان فقد آن للقلب أن يسعدا. إذا كنت قد عشت عمري ضلالا فبين يديك عرفت الهدى، هو العام يسكب دمع الوداع، تعالي نمد إليه اليدا. ولا تسألي اللحن كيف انتهى، ولا تسأليه لماذا ابتدى، فكيف الربيع أتى في الخريف وبيت الخطايا غدا مسجدا. أريدك عمري ولو ساعة، فلن ينفع العمر طول المدى، ولو أن إبليس يوما رآك لقبل عينيك ثم اهتدى. في الحقيقة للأسف وقت البرنامج ما بيسعش ان احنا نتحاور اكتر من كده. انا بشكر حضرتك جدا على الدردشة دي وعلى الكلام الجميل اللي احنا سمعناه. انا شاكر ليك على الفرصة الطيبة دي اللي تحتيها لي. شكرا ليك. الف شكر. في نهاية حلقتنا سادتي وسادتي بنشكر الشاعر الفنان الأستاذ فاروق جويدة، وإلى اللقاء إن شاء الله في دردشة أخرى. We'll be right back.